خير وسعادة على حضراتكم. الحقيقة النهاردة حدث تاريخي، حدث يعني ما اعتقدش ان احنا شفنا او هنشوف زيه في محكمة العدل الدولية، مع اقرار مجموعة من التدابير الاحترازية ضد الاحتلال الاسرائيلي لمساعدة الشعب الفلسطيني اللي بيعاني من ويلات الحرب بقيله سنين كتير واكتر من 100 يوم، وهم شافوا كل أنواع وأبشع أنواع الجرائم الإنسانية والعالم كله شايف بالصوت والصورة. قرارات تاريخية الحقيقة وقرارات تنتصر للإنسانية شفناها النهاردة في محكمة العدل الدولية بإقرار ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويعني مجموعة من الإجراءات اللي إسرائيل قدامها شهر لتنفيذها أقرتها النهاردة محكمة العدل الدولية في قضية فلسطين، وفيها بترغم الإسرائيليين على تنفيذ عدد من التدابير وتقديم تقرير بعد شهر لمحكمة العدل الدولية علشان يأكدوا أنهم ابتدوا تنفيذ البنود اللي المحكمة قالت عليها. مجموعة من البنود المحكمة النهاردة أقرت بيها، أولها اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، وده كنا بنشوفه من المسؤولين الإسرائيليين، وبعد كده بتطلع الحكومة تتنصل من كلام مسؤوليها. تاني حاجة كان ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري. الناس دي اللي بيتم تجويعهم ويتم يعني تعرضهم لأبشع الجرائم علشان يتم إبادتهم. ثالث حاجة كان تأكيد أنه لا يرتكب أي انتهاكات ذكرت سابقا من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذكرتها جنوب أفريقيا في مذكرتها لمحكمة العدل الدولية، وكمان اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. وطبعا العالم كله يعني بيشوف دلوقتي الأوضاع الإنسانية وصلت لفين في قطاع غزة. الأمم المتحدة بتنشر ده للعالم كله، كل الناس اللي ابتدت تخرج من القطاع لأنه في استحالة لتنفيذ مهامها داخل القطاع. اتخاذ كمان جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، وأنه يتم رفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر واحد من النهاردة. وطالبت كمان دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم ما يثبت بأنه جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة في مذكرة جنوب أفريقيا، واللي طبعا العالم كله شافها بالصوت والصورة في كل حتة. فأنا مش عارفة إزاي ممكن هذا الكيان يتنصل من جرائم. وقالت المحكمة كمان النهاردة أنه خلال هذه الجلسة يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية في غزة. خلينا نشوف بقى ردود الأفعال، نروح بقى للجانب الثاني ونشوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النهاردة قال إيه. قال إنه يعني وكأنه ما سمعش محكمة العدل الدولية، ما شافش الجلسة اللي فاتت، ما شافش بعد كل ما قدمت إسرائيل من طعون عشان ترد على الجانب الجنوب أفريقي. أعتقد إنه ده يعني ما دخلش عقول هؤلاء القضاة بأي شيء، وعليه شفنا القرارات اللي احنا شفناها النهاردة. بنيامين نتنياهو قال إنه إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي. وعشان يكتمل المشهد بقى كمان لازم نروح نشوف ردود الأفعال. خلينا نشوف ردود الأفعال المشرفة، وطبعا هنا نتكلم عن الدول العربية، وفي مقدمتها كانت مصر، وبيان للخارجية المصرية الحقيقة كان بيان سريع وفوري بعد الإعلان عن قرارات المحكمة. بشكل مباشر رحبت فيه جمهورية مصر العربية بقرار محكمة العدل، وطلبت الخارجية في بيانها بتطبيق عدد من التدابير الفورية اللي بتستهدف الحماية للشعب الفلسطيني. وأكدت كمان الخارجية المصرية في بيانها أن هي كانت تطمح وتتطلع لأنه محكمة العدل الدولية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة زي ما عملت قبل كده في قضايا مماثلة. وأكدت كمان الخارجية المصرية أنه مصر بتواصل التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات بتستهدف التهجير القسري للفلسطينيين. وده يمكن اللي احنا شايفينه لسه منذ لحظات في مداخلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحديث حول ضرورة إدخال المساعدات وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوقف الفوري لإطلاق النار. خلينا نتكلم مع حضراتكم أكتر عن قرارات المحكمة الدولية، ولأي مدى هذه القرارات
تنصف القضية الفلسطينية والفلسطينيين. مع ضيفنا اللي بينورنا دلوقتي دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل الفلسطيني. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. يعني كيف قرأت قرارات محكمة العدل الدولية اليوم، ولا أي مدى هذه القرارات تنصف القضية الفلسطينية؟ يعني مساء النور عليك يا أستاذ هدير وعلى المشاهدين. هذه القرارات فيها سابقة تاريخية، وهي وضع إسرائيل في قفص الاتهام للمرة الأولى منذ عام 48 أمام أعلى هيئة قضائية دولية كانت تفلت دائما بجرائمها، وهذا بحد ذاته يعني خطوة إيجابية كبيرة. اتهام إسرائيل كان سارقا، الآن نستطيع أن ننزع من إسرائيل الرواية التي تحمل المظلومية، الدفاع عن النفس التي دائما ما تروج وتبرر فيها كل الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الآخر وهو المهم أيضا، أنه ربما هذه الإجراءات والقرارات التي اتخذتها إسرائيل سيكون لها انعكاس مباشر على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة. ستكون الآن إسرائيل لديها حرص على الأقل ألا تستهدف المدنيين العزل بشكل فاضح كما كانت تفعل في السابق، لأنه الآن هناك عين تراقب وهناك تقارير ستكتب في هذا الإطار. التدمير الممنهج للمباني السكنية وللبنية التحتية الفلسطينية ما تبقى منها في قطاع غزة، ربما هذا الإيجابية الأكبر، إضافة إلى نزع سلاح التجويع التي تستخدمه إسرائيل كجزء من استراتيجيتها في هذه الحرب في عبر الرقابة الدولية للمساعدات، وأنه أي عرقلة ستقوم بها إسرائيل ستحسب عليها في إطار التهم الموجهة لها في إطار المحكمة الدولية. لكن يعني دعينا نضع أيضا الأمور في منظور مهم، أنه مثل هذه التهمة تحتاج إلى إثبات. لا يكفي الكلام المرسل ولا يكفي ما رأيناه، يجب أن يكون هناك أدلة وبراهين. وربما هذا ما أشارت إليه المحكمة في عدم إسلام طبيعة هذه الأدلة دكتور عبد المهدي التي تستند يعني إليها محكمة العدل الدولية. هي لا تستند إلى أدلة، هي حتى الآن هي قبلت الدعوة بناء على التصريحات. طبيعة الأدلة المطلوبة يعني إثبات التهمة على الجانب الصهيوني. أي جريمة حرب يجب أن تكون كاملة الأركان، بمعنى الموعد والمكان والزمان والتفاصيل والشهادات والصور وتقارير طبية، يعني ملف كبير ليس من السهل جمعه بالمناسبة. يمكن جمعه لكن ليس من السهل في ظل الحرب التي أضاعت كثير من معالم ما حدث. وربما هذا يفسر أن إسرائيل في كل المناطق التي ارتكبت فيها جرائم قامت بتجريفها وتغيير معالمها بشكل كامل. هذا جانب. الجانب الآخر يجب أن ننتبه أن إسرائيل منذ الحروب السابقة وبالأحرى منذ عام 2014 شكلت لجنة قانونية تتبع للمدعي العام العسكري في الجيش، والذي يعطي نصائح للإسرائيليين ماذا يفعلون حتى يتم تبرئتهم في حال قيامهم بأمر معين، يعني قصف معين. مثال على ذلك عندما كانوا يصدرون مثلا تحذيرا لمنطقة معينة بالمغادرة في تمام ساعة معينة أو توقيت معين لأنه سيتعرض ومنطقة عسكرية عمليات، نعم هي أنظرت لكن تم القصف وقتل مدنيين. وهذا سيصير هذا الموضوع سيجلب جدالا كبيرا، لذلك هي معركة طويلة، لكن في النهاية سيتم إثبات جرائم على إسرائيل أيا كانت. كنا نأمل كفلسطينيين وكل العالم كان يأمل أن يكون الأمر الاحترازي الأول هو وقف إطلاق النار، لأنه كل إلى أي مدى دكتور عبد المهدي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والحالة الفورية لقرارات محكمة العدل الدولية لمجلس الأمن لاتخاذ قرار وقف إطلاق النار يمكن أن يحدث؟
يعني لو كان في صياغه القرارات المحكمه الاجراءات الاحترازيه وقف اطلاق النار كان سيكون اجباريا على مجلس الامن ان يصدر في اطار القرار الذي سيتخذه والاجراءات التي سيتخذها لتنفيذ قرارات المحكمه الملزمه، لكن حتى هذا النص غير موجود، بالتالي سيعود الامر الى المفاوضات في مجلس الامن ونعود للفيتو الامريكي. نعود للفيتو الامريكي والصياغات التي تتواءم مع الولايات المتحده. اذا دكتور عبد المهدي، ما قيمه قرارات محكمه العدل الدوليه اليوم وقيمه ردود الفعل الدوليه لهذه القرارات؟ يعني انا تحدثت في البدايه عن القيمه التاريخيه لهذا القرار، ولكن قيمه ايضا هناك انه الان سيكون هناك التعامل حذر من كل الدول التي تتعامل مع اسرائيل حتى في توريد السلاح، لانه في حال اتهام اسرائيل او ادانتها في العباده الجماعيه يمكن ملاحقه الافراد والهيئات في اطار محكمه الجنايات الدوليه، واي شخص او اي مؤسسه او اي جهه تعاونت مع اسرائيل حتى لو بتوريد السلاح تعتبر جزءا من المتهمين. اضافه له ان جنوب افريقيا اشارت بعد صدور قرار المحكمه انه اذا لم يكن هناك تحرك حقيقي واذا كان هناك عرقله من الدول الحليفه لاسرائيل سيتم ضمها الى الدعوه، بمعنى ان تصبح ايضا في اطار الاتهام في الاباده الجماعيه. هو مسار مهم ضاغط ربما يشكل ورقه قويه للضغط على اسرائيل، حتى منعطف مهم بكل تاكيد. حتى الولايات المتحده ممكن ان تستغل هذا القرار للضغط على نتنياهو للقبول بالاشياء بما رفضه وعرضته الولايات المتحده فيما يتعلق باليوم التالي للحرب، فيما يتعلق بالترتيبات التي يرفضها. بالتالي ممكن استغلاله لتغيير الوضع، لكن حتى هذه اللحظة لا أرى أن هناك وقف إطلاق نار شامل نهائي. هذا التحول التاريخي مهم، أنه لا دولة فوق القانون الدولي، سيشجع أطراف أخرى لمحاكمة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، سيكون أساسا لقضايا في محكمة الجنايات الدولية مستقبلا. لكن التأثير الحقيقي على الأرض الفعلي الذي ممكن ان يتحقق ويلمسه الفلسطينيين في الوقت الحالي هو فيما يتعلق بالمساعدات الانسانيه، فيما يتعلق بطريقه الاستهداف التي كانت اسرائيل تستهدف فيها حتى النازحين في اماكن نزوحهم بهدف قتل الفلسطينيين، كل ذلك ممكن ان وتحقيق التهجير القسري لهم. نعم، وكل صحيح. ذلك من الممكن ان يتغير في اثر هذه أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل الفلسطيني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. مكملين مع حضراتكم لكن فاصل ونرجع نكمل حلقات. موضوع كده النهارده مجلس الوزراء تناوله هو مساله الدليفري من الصيدليه، وده بيحصل عاده يعني من غير رجله الطبيب، او حتى لو بنشتري من الصيدليه نفسها ما فيش حد فينا جنبه صيدليه في المنطقه او في البيت هيساله يعني فين رجلته. عامه بيحصل تواصل بينهم وبيبعتوا له الادويه على البيت دليفري. طبعا دي خدمه مهمه علشان في ناس كتير يعني سيبك من ان احنا اتعودنا على خدمه الدليفري وده بيكون انجز لينا في الوقت، وممكن كمان بنحتاجها في اوقات بالليل مثلا ما نقدرش ننزل الصيدليه او غيره، كبار السن ده بالنسبه لها مهم جدا. فالقضيه
مش بس مسألة ان الخدمة دي يتم تقنينها علشان موضوع الروشتات، لازم نفهم ايه اللي بيحصل في القصة في مسألة صرف الأدوية. لكن اعتقد ان موضوع له علاقة بالمضادات الحيوية اللي بتتسحب من غير روشتات، وده بيعمل أزمة في أدوية كتير. يعني حتى أدوية البرد، انا شخصيا امبارح او اول امبارح بكلم صيدلية بسأل على كذا نوع لأدوية البرد، الأدوية مش موجودة، لأنه الناس بتاخد أدوية من دماغها ويمكن حتى ما تبقاش محتاجاه، ممكن ده يكون بس في الصيدلية اللي جنبي، لكن لو دورت أكتر ممكن ألاقي. لكن بيحصل أنه الناس بتبتدي يبقى عندها شعور أنه نخزن أدوية، نطلب أدوية، كل ده عشان إحنا بناخد الأدوية من غير ما يبقى فيه رقيب على ده، رغم أن إحنا في أي دولة برة علشان تصرف مضاد حيوي ده موضوع. يعني ممكن تروح المستشفى علشان تاخد المضاد الحيوي، مفيش حاجه اسمها انك تاخده كده وتمشي من غير اي وصفه للطبيب. يعني خلينا نتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده بالتفصيل، ايه هي ضوابط القصه دي وايه اللي هيحصل معانا. على التليفون دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، فهمنا ايه حكايه موضوع الادويه والدليفري وايه اللي هيحصل من تغيير في المساله دي. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. اولا الدليفري هو منظومه مستحدثه بالوضع يعني الاجتماعي، وبقى اصبح من جزء من الثقافه المجتمعيه الدليفري لسهوله الاداء وسرعه الاداء وتوفير للوقت من انتقالات وكده. وبالتالي الدليفري يعني كنظام عام موجود، يمكن موجود في مصر وبدا يزيد نظام الدليفري. اللي هو الجديد ان قطاع الدواء دخل في الصيدليات في نظام الدليفري، وبدأ بالصيدليات العاديه اللي هي المرخصه من هيئه الدواء بنظام الدليفري وكده. احنا الاساس في امريكا وفي اوروبا صرف الادويه بروشتات طبعا، الا بعض الادويه التي في حكم اللي هي ادويه اللي بتبقى على الشلف على الرف ممكن كده ياخدوها عادي اوفر ذا كاونتر. الحاجات دي بيتم وصفات الصيدلي بيطلعها دون الحاجه الى وصفه طبيه. وقانون الصيدله عند قانون مزاوله المهنه في الصيدله 127 بينص على كده. هنا في مصر ما زلنا المريض بياخد دواء بان يروح للصيدلي ويقول انا عايز الدواء الفلاني، فالصيدلي يدوله من على الرف بناء على طلب المريض. الحاجه الثانيه هو انه قصه ان انا النهارده استخدام الانتيبيوتكس، هو في اساءه لاستخدام الانتيبيوتكس في مصر، يمكن في الريد زون او في المنطقه الحمراء للدبليو اتش او، من ناحيه انها ما زال في اساءه استخدام للانتيبيوتكس فيها، ان هو بيطلع بدون وصفه طبيه وبيتكتب للناس والناس بتخش تاخده دون الحاجه ليه، ولكن الناس بتستخدمه، وبالتالي بيؤدي الى نوع من انواع المناعه للميكروبات ضد المضادات الحيويه، وده يمثل مشكله كبيره. طب دكتور علي عشان نفهم، يعني القرار ده معمول عشان موضوع مكافحه مساله المقاومه اللي بتعملها المضادات الحيويه علشان الناس بتاخدها عمال على بطال محتاجاها او مش محتاجاها، ولا القرار ده معمول ليه؟ ده جزء ان هو موضوع تقنين استخدام المضادات الحيويه الجزء الثاني والمهم ان في عندك جزئين من الدليفري. في دليفري اللي هو خاص ب الصيدليات المرخصه من هيئه الدواء ومراقبه من هيئه الدواء. انا النهارده كاني مريض رايح للصيدليه بقول له انا عايز دواء ضغط فلاني، او ان انا في البيت بقول له عايز نفس الدواء الضغط الفلاني، لو ان الدواء ده غير معلوم المصدر او مغشوش او كده في اي مشكله فيه بقدر ارجع على المكان، لانه مكان واضح ومرخص وصريح ما فيش فيه مشكله. ولكن مشكله موضوع الابلكيشنز والفيسبوك، الناس بتروح تشتري ادويه عن طريق الابلكيشن والفيسبوك، ودي بتعد في حكم مجهوله المصدر، مش معروف جايه منين. طب ما هو الحل هنا يا دكتور تدابير للاختيار مين الحاجات اللي بتنزل على الابلكيشنز دي. ما الابلكيشنز دي معظمها مرخص، فلازم يكون الصيدليات اللي موجوده على الابلكيشن ده مرخص ليها العمل اصلا. اما صفحات الفيسبوك فهنا الدور توعوي انه ما نشتريش ادويه من خلال هذه الصفحات، ويتم تباعا اغلاقها. ده كلام مظبوط. يبقى اذا صفحات الفيسبوك من خلال التوعيه الاعلاميه
لانه هيئه الدواء ومباحث الانترنت وزاره الداخليه بيشتغلوا وبيكافحوا وبيشوا في صفحات كتيره بينزلوا وبيقفلوها وكده. خلاص في نفس الوقت بالنسبه للابلكيشنز هو المفروض يبقى في اي ابلكيشن في نظام تداول لدواء لابد من منعه لسبب رئيسي، لانه مش معروف الدواء ده جاي من انهي حته، ولو جينا حصل اي مشكله ما اقدرش ارجع على مكان معين واضح. انما في الصيدليات مش عارفه يا دكتور حضرتك بتتكلم على اي ابلكيشن، لكن في ابلكيشنز الصيدليات اللي موجوده عليه صيدليات واضحه ومعروفه وبنشتري من خلال خدمه التوصيل دي زي ما احنا بنشتري من السوبر ماركت، ففين المشكله هنا؟ لا بص حضرتك، بالنسبه للصيدليات المرخصه يعني انا بشتري بعرف ان ده مكان ابلكيشن للصيدليه مرخصه من هيئه الدواء. عظيم، يبقى اتاكد انا بشتري منين. لانه حضرتك لو انه في دواء مغشوش وحضرتك سامع عن الادويه المغشوشه، ارجع انا للمكان ده ارجع عليه ازاي؟ لازم ارجع لمكان مرخص يكون اروح لجهه مسؤوله عنه اقول له انا خدت الدواء من الحته الفرنيه وراجعه. انما لو وصلت النقطه دي يا دكتور. تمام. طيب ايه كمان يعني ازاي هيتم اصلا تطبيق ده؟ يعني هل هيتمنع الدليفري ولا الموضوع هيبقى بروشتة؟ وهو الموضوع اصلا في اي مرحله؟ هل احنا لسه بنتحدث عنه في مرحله تنفيذيه لاحقه؟ ايه اللي هيحصل؟ والله حضرتك انا رؤيتي للموضوع انه هو موضوع مقترح بيدرس، لانه حضرتك الدليفري في بالنسبه للصيدلات بقى شيء اساسي، وحضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. بالليل بيبقى في حالات طارئه، اعتدنا على كده طبعا يا دكتور. طبعا الحاجه الثانيه كبار السن، ودي طبعا مهمه، خلاص بتبقى حضرتك محتاجه انه حد يجيب لها لحد عندها الدواء. خلاص، وبالتالي الدليفري هنا له دوره وله توقيتاته. وقت الزحمه الصيدليه بعيده عليا، فهو هيوفر لي وقت ان يجي لي. ففي حاجات كتيره لا الدليفري اساسي فيها. يعني احنا طالما المكان مرخص وانا بوصل بدل ما البيشن يجي لي انا اروح له، الا اذا كان هناك اتجاه للدولة ان هي تستخدم روشتة في وصف الأدوية، فهنا هيبقى ليها شكل تاني او بعد تاني في الاستخدام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. اتمنى طبعا انه يتم دراسة هذا المقترح، لكن مسألة الاستغناء عن خدمة الدليفري في الأدوية ده مسألة يعني صعبة علينا كلنا في حاجة ليها، لكن هي ترتيباتها بقى القانونية ممكن تكون ماشية ازاي، ماشية بروشتة مثلا مكتومة من الطبيب، يعني اعتقد هيكون ليها شكل ما اذا تم تنفيذها. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة يعني موضوع مهم جدا الدولة بتشتغل عليه بقى لها فترة كبيرة، واحنا في المرحلة ال 22 من هذه المعركة الكبيرة الحقيقة اللي الدولة أخذتها في مسألة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة، وبتنطلق الموجة ال 22 لهذه المرحلة من إزالة التعديات هتبتدي بكرة. والحقيقة ده موضوع مهم جدا، لأنه في ناس كتير في أوقات صعبة الدولة كانت بتعدي بيها استغلوا هذه الأوقات وابتدوا يبنوا بطريقة غير قانونية، وهنا يعني اللي بيعمل كده يفكر في نفسه بس وفي مصلحته بس، وعلى أساس أنه بعد كده مفيش قانون ومفيش حد هيرجع عليه وحق الدولة عادي يعني يروح، لكن الحقيقة أنه إحنا في دولة قانون ولازم يتنفذ القانون، وده اللي بيحصل في هذه المعركة لاسترداد أراضي الدولة واستغلالها الاستغلال اللي يفيد الناس كلها مش شخص واحد. فخليني أتكلم مع حضراتكم بالتفصيل مع دكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية عن هذه المرحلة، وإيه هي الأماكن اللي هتطبق فيها هذه المرحلة وكل التفاصيل. مساء الخير يا دكتور خالد. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر. اهلا بحضرتك، عايزين نعرف تفاصيل المرحله 22 لازاله التعديات على اراضي الدوله هتكون فين وفي اي المناطق؟ يعني خليني اقول لحضرتك بالفعل زي ما حضرتك يعني تقدمت تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه وتكتيكات دوله رئيس مجلس الوزراء ان الحفاظ على املاك الدوله المصريه وازاله التعديات عليها، كذلك فرض هيبه الدوله على اراضيها كحق اصيل وده لأبنائنا من الأجيال القادمة. تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي حق الشعب،
ووزارات التنميه المحليه والدفاع والداخليه والزراعه والموارد المائيه والري والنقل وقطاع الاعمال العام ووزاره الاوقاف، كذلك مع جهات الولايه والمحافظات المصريه. طبعا زي ما قال مع الوزير وكان امن وزير التنميه المحليه انه من باكر ان شاء الله هتنطلق الموجه 22 لازاله التعديات على املاك واراضي الدوله والاراضي الزراعيه اعتبارا من بكره ان شاء الله 27 يناير، وده على ثلاث مراحل. الموجه 22 تنتهي ان شاء الله 12 ابريل 2022. طبعا احنا خلال الاسبوع الماضي كان في اجتماعات تحضيريه بدور السادات كثير عموم المحافظات والمساعدين وكذلك جهاز الولايه ولجنه انفاذ القانون ومسؤولي الاملاك بالمحافظات المصريه 27 اللي هيتم فيها الموجه 22، وده كان لمراجعه خطه التحرك لبدء الموجه واللي هتكون ان شاء الله على ثلاث مراحل. طبعا تم الاتفاق على ضروره الموجه الحاسمه بالقانون اي محاولات لتعطيل الاجراءات، كذلك الامر من الاهميه بمكان انه كمان التنسيق مع الاجهزه التنفيذيه والامنيه والوحدات المحليه، واكد مع الوزير على ربط مع طبعا غرفه العمليات الوزاره في الغرف اللي موجوده في المحافظات المصريه برئاسه ديان القاهره برئاسه ساده كثير عموم مساعدين وطبعا مع ممثلي مديريات الامن وحمايه املاك الدوله، كذلك الامر طبعا تسجيل بيانات حالات التعدي دي كلها واللي الاراضي اللي بيتم استرجاعها في قاعده بيانات تسميها بالكارت الذهبي، وده لتوفير قاعده البيانات الرقميه بكل مساحات الاراضي المسترده وتسهيل وضع الخطط المناسبه لادارتها بشكل اقتصادي والاستثمار في مشروعات تنمويه بالمحافظات. وهنا يا دكتور خالد نتوقف عند مردود مسألة استرداد أراضي الدولة، المردود الاستثماري على البلد من ده. بالظبط يا فندم، هو احنا بنسترد حق الشعب وبالتالي لابد الأراضي اللي تسترد تدار بإدارة اقتصادية لتعظيم استفادة الشعب منها، وطبعا كل أرض بترجع ليه جهة الولاية بتاعتها علشان كمان ما يعادش التعدي عليها مرة ثانية أو التلاعب مرة ثانية. كذلك الأمر التأكيد على سرعة إزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة 22 إن شاء الله، وهتتخذ كافة الإجراءات القانونية لكل طبعا المعتدين على أراضي الدولة، وإن المحافظات كلها يعني اللي هيتم فيها كل إزالة هذه التعديات طبعا أتمت استعدادها لتنفيذ الموجة إن شاء الله من باكر بإذن الله تعالى. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. فاصل ونرجع مع حضراتكم، خليكم مستنيين. أهلا بحضراتكم من جديد. صعود منتخب الفدائي منتخب فلسطين، وده حدث عظيم جدا الحقيقة، حدث يأكد لنا أنه يعني عزيمة الرجال مفيش أي حاجة ممكن تكسر، ممكن تحقق المستحيل، وده بنشوفه والكلام ده بيتجسد ان احنا نلاقي المنتخب الفلسطيني بيخطف لاول مره تذكره العبور لدور ال 16 ببطوله كاس اسيا لاول مره في تاريخه بعد فوز ابناء فلسطين على هونج كونج بثلاثيه نظيفه في ماتش الحقيقه كان يعني الواحد لا يملك انه يقول فيه انه يعني الناس دي رجاله بجد عندهم عزيمه حقيقيه انه في عز كل الظروف الصعبه اللي بتحصل دي نشوف انجاز رياضي بالشكل ده لاول مره. خلينا نعرف ازاي تم تحقيق هذا الانجاز وازاي كان التحضير ليه ومعسكر الاعداد في هذا الوضع وازاي صعدوا لدور ال 16 من الاستاذ احمد رجوب المنسق الاعلامي لمنتخب فلسطين. مساء الخير عليك والف الف مبروك التاهل، وعايزين نعرف منك كواليس التحضير والمعسكر كان عامل ازاي؟ مساء الخير في البدايه لك، مساء الخير لكل شعب مصر العظيم، وفي البدايه الرحمه لشهداء فلسطين والشفاء العاجل للجرحى والحريه للاسرى، وبكل تاكيد الله يزيل هالغم عن شعبنا الفلسطيني سواء كان في غزه او كل في فلسطين. يعني ايضا بنبارك المنتخب المصري تاهل لدور 16 في
يعني في كأس افريقيا بكل تأكيد. الصعوبات اللي واجهها المنتخب الفلسطيني كثيرة، ابتداء من توقف الدوري منذ أكثر من 110 يوم، معسكرات خارجية، صعوبة في التجمع، وكذلك فقدنا بعض اللاعبين شهداء وارتقوا شهداء، وكذلك ارتقى مساعد مدرب المنتخب الأولمبي هاني المصدر في هذه الحرب الغاشمة. صعوبات كثيرة واجهها المنتخب الفلسطيني، ولكن كما ذكرت بعزيمة الرجال وبقوة الفدائي وبتضحيات شعبنا ومن أجل إسعاد شعبنا، حاول الجميع لملمة الجراح وظهور مستوى يليق بالمنتخب الفلسطيني ويليق بالشعب الفلسطيني وتضحياته التي تتجلى في كل الميادين في هذه الأوقات. بكل تأكيد الفدائي بدأ معسكره بعشرة أيام في مدينة عنابة في الجزائر، ثم انتقل إلى مدينة أبها في السعودية، ثم إلى الدوحة التي كان التي حقق فيها المنتخب الفلسطيني إنجاز تاريخي بتأهله لأول مرة إلى دور 16، وأول انتصار يحدث للمنتخب الفلسطيني في كأس آسيا كان عبر بوابة هونغ كونغ، وكذلك تعادل مع المنتخب الإماراتي. الحقيقه يمكن يعني طول الوقت كان كل الناس تتحدث عن التزامكم بالهدوء والاداء الجيد جدا امام هونغ كونغ في مباراه ما كانتش سهله ابدا، فمبروك الفوز ده. وعايز اعرف استعداداتكم بقى وتفكيركم، وهل ممكن تصعدوا لدور الثمانيه؟ احلامكم ايه؟ يعني هي زي ما حكيت لك، عزيمه الرجال وقوه الفدائي كانت تكمن في يعني استمداد القوه من شعبنا الفلسطيني ورسم البسمه، ولو اللحظات الفرحه كانت منقوصه بكل امانه. تتعلمين ان في بعض اللاعبين من اهاليهم في قطاع غزه، ولاعبين كنت عايز اسالك عن كده، هل في تواصل ما بينكم وما بين الاهالي؟ يعني وجود لاعبين المنتخب الوطني الفلسطيني مقيمين داخل فلسطين وكل عائلاتهم داخل فلسطين، سواء كان في الضفه الغربيه او في القدس او في اراضينا المحتله وكذلك في غزه. ممكن محمود وادي الاكثر شهره عندكم في مصر ومحمد صالح لم يتواصلوا مع اهلهم منذ 10 ايام، لا يعلمون اي شيء عن اهلهم منذ 10 ايام، كان يعني كان الامر صعب، خصوصا ان محمود وادي ومحمد صالح لعبوا في لقاء هونغ كونغ، ولكن يعني كانوا يريدون رسم البسمه على وجوه اهاليهم. حتى محمد صالح حرك بعد المباراه وتحدث انه يعني كنت اتمنى ولا اعلم ان كانوا يعلمون اهلي اننا انتصرنا وحققنا فوز تاريخي وتاهل تاريخي ام لا، ولكن اتمنى ان يكونوا يعلموا هذا الشيء. الامر صعب صعب وصعب جدا. اللاعب الفلسطيني هو جزء من الشعب الفلسطيني، يتعرض لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، رغم ان ارجلنا واجسادنا هنا في الدوحه، ولكن دائما عقولنا وقلوبنا ما يحدث في فلسطين. الكل يحاول الاتصال باهله ليطمن على اهله. ظروف المنتخب الفلسطيني استثنائيه في هذه البطوله، شرفنا في بطولات كثيره والنتائج استثنائيه، يعني على قدر هذه الصعوبات النتيجه استثنائيه لاول مره الصعود لدور ال 16. بكل تاكيد يعني رغم الالم ورغم الوجع ورغم التعب ورغم كل الظروف الصعبه المحيطه بالكره الفلسطينيه والرياضه الفلسطينيه بشكل عام وتعرض له من مجازر ان صح القول، ولكن زي ما تحدثت ونتحدث دائما يخرج معدن الفلسطيني في اوقات الشده واوقات الصعوبه، ونحن جزء من هذا الشعب العظيم الذي يقدم التضحيات على طول الوقت وعلى مدار العقود السابقه. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني قلوبنا كلها مع المنتخب الفلسطيني، بنشجع يعني بكل حب هذا المنتخب، وإن شاء الله نشوفكم كمان في المباريات الجاية بهذا الشكل الجميل والأداء المشرف الحقيقة أمام العالم كله. شكرا جزيلا إن أنتوا في عز كل هذه الظروف الصعبة اللي بتمروا بيها بتبعتوا لنا رسائل كلها يعني أمل في اللي جاي، وكلها قوة، قوة مدعومة بحب كبير للحياة وللأرض وللبلد دي اللي باقية بيكم بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الرجوب المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين. طيب هنروح مع حضراتكم لسه بنتكلم عن الرياضة، والحقيقة النهاردة يمكن كان في خبر موجع لكل محبي النادي الأهلي ومحبي الرياضة المصرية، فقدنا واحد من أهم الداعمين والمساندين والمؤسسين في النادي الأهلي. النهارده كانت وفاة العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ناهز 53 سنة، وهو الحقيقة كان محتجز في المستشفى بقاله عدة أسابيع، وكان كان الأيام اللي فاتت كل يوم كنا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن وفاته، لكن النهارده شقيقه فاروق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد هذه الأخبار.
بقاء لله. والحقيقة انه زي ما كنت بقول لكم العمري فاروق يعني داعم اساسي وعمود اساسي في النادي الاهلي، متربي في الاهلي ومن اهم الداعمين والمساندين لكل فرقه في النادي الاهلي، مش بس الكوره، هو دايما كان حاضر في كل الماتشات لكل الالعاب، بياخد قرارات دايما في صالح اللعيبه. مكانته كبيره عند كل الاهلاويه وعند كل محبي الرياضه في مصر. البقاء لله طبعا لاهله ولكل محبيه ولكل العاملين بالنادي الاهلي. خلينا ناخد على التليفون الكاتب الصحفي ابراهيم المنيسي. مساء الخير على حضرتك والبقاء لله. مساء الخير والبقاء والدوم لله، شكرا جزيلا. طبعا يعني فقدنا واحد من اهم الداعمين والمساندين ل يعني كل لعيبه في النادي الاهلي، زي ما كنت بقول كل الالعاب دايما كنا بنشوفه حاضر في كل الماتشات، ويمكن علشان كده الوجع كبير عليه. البقاء والدوم لله، يعني انا لله وانا اليه راجعون. فقدان الاستاذ العمري فاروق فقد كبير للرياضه المصريه مثل النادي الاهلي بس. صحيح. مش علشان انه وزير سابق للرياضه، لا، الحقيقه العمري فاروق 25 سنه متصله في الحركه الرياضيه والنادي الاهلي. بدايته دخل انتخابات النادي الاهلي تحت السن عام 96 ولم يوفق، ما ابتعدش عن النادي ابدا، دخل لجان الشباب وفضل دايما متفاعل مع النادي وقريب من قضاياه لغايه لما حاز ثقه الجمعيه العموميه في سنه 2000 كعضو لمجلس الاداره تحت السن، وبعديها انتخب فوق السن وانتخب اخيرا نائب رئيس للنادي مع كابتن محمود الخطيب. والحقيقه يعني مسيره رياضيه واداريه رائعه جدا وناصعه جدا، كان بيدي فيها بكل اخلاص بكل الذكاء بكل الهمه والنشاط. يكفي ان انا اقول لحضرتك انه اللحظات الاخيره اللي عمرو فاروق في الحياه كانت في النادي الاهلي، لانه هو كان يوم بالظبط 2/7 نوفمبر بيحضر لاجتماع المكتب التنفيذي اللي بيتراسه، وفجاه حس بصداع وتعب وسقط ماشي عليه. منذ هذه اللحظه لم يفق، نقل المستشفى، ظل في المستشفى بالظبط من يوم ميلاد عيد ميلاده. يعني المفارقة العجيبة انه كان عيد ميلاده 8 نوفمبر، فمن من لحظة سقوطه وهو في المستشفى حتى وفاته المنية اليوم، وترد الله وديعته. لكن مسيرة اكيد فيها كثير من العطاء، فيها كثير من العمل الاداري اللي يقل في الصعوب، فيها كثير من الاخلاص للنادي الاهلي، لانه رئيس المكتب التنفيذي او نائب رئيس النادي دي مسألة في النادي الأهلي. لما بنتكلم على أربع فروع وأربع مقرات للنادي الأهلي وأجندة رياضية كبيرة جدا، ده يبين لحضرتك حجم النشاط اللي كان بيبذل وحجم المجهود اللي كان بيقدمه، ومسيرة زي ما بقول لحضرتك ربع قرن كامل ما ابتعدش عن النادي الأهلي أبدا. صحيح، ودايما كان يعني بيقال إنه ظهر وسند للخطيب والناس كلها بتعتز بيه، رمز كبير من رموز النادي الأهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، والبقاء لله في وفاة العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب لسه مكملين مع حضراتكم وحديثنا الرياضي واللقاء المرتقب ما بين مصر والكونغو الحد اللي جاي. والحقيقة الكونغو هو المنتخب الوحيد اللي طالع جنبنا بنفس الموضوع، لا هم فازوا ولا خسروا، تعادل زي مصر، صعدوا بنفس الطريقة تقريبا لدور 16 دون تحقيق أي فوز أو هزيمة. خليني أقول لكم كمان أنه خلاص يعني دور 16 اللي هيخسر لا قدر الله مع السلامة، هيودع البطولة بعد الشر علينا. فعشان كده عايزين نتكلم مع حضراتكم عن يعني كتالوج المباراة اللي جاية وإزاي ممكن نعدي من المباراة اللي جايه. هنتكلم مع الناقد الرياضي محمد الحاوي. مساء الخير عليك يا محمد، وازاي شايف المباراه اللي جايه ما بين مصر والكونغو الديمقراطيه؟ مساء الخير عليك يا غدير في الاول، وتواجد معاكي البدايه قبل ماتش مصر. يعني احب اعزي زميل كره الرياضه المصريه في وفاه العمري فاروق، افضل الشقه الرياضيه طبعا في مصر على المستوى الاداري والانساني، انا افتقده كثيرا يعني. بكل تأكيد البقاء لله. محمد أنا بسمعك بصعوبة، فلو لو لو يبقى الصوت أوضح. طيب. كأس الأمم الأفريقية ودور الـ16 ومباراة
مصر والكونغو الديمقراطية الحد اللي جاي. وخليني أقول لكم أنه المنتخبين اتقابلوا تقريبا 12 مباراة قبل كده، منهم 8 مباريات رسمية و4 مباريات ودية. الفراعنة فازوا في 8 مباريات وخسروا مباراة واحدة، والتعادل كان في 3 مباريات، وده قبل لقاء إن شاء الله اللي جاي يوم الأحد في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوتيفوار 2023. ونتكلم بقى عن إيه اللي هيحصل بقى، مسألة مشاركة إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ، وقالوا إن الموضوع ده ممكن ياخد 5-6 أيام. في ناس بتتكلم عن استطاعة مشاركته، إيه اللي ممكن يحصل، مروان عطية وأداؤه مع فيتوريا والكلام الكتير اللي حصل عليه، ومسألة عدم إشراكه من البداية أصلا مع المنتخب. خلينا نتكلم كده ونرجع للناقد الرياضي محمد الحاوي اللي رجع لنا تاني على التليفون. محمد مساء الخير عليك. ويعني احنا طبعا لو كان في مشكله في الشبكه وخلاص، يعني اتفضل احنا كده سامعينك. يعني احنا تلقينا 6 اهداف في 3 مباريات، اعتقد الصعود كان بالعافيه. فيعني وضعنا ايه في المباراه اللي جايه؟ ويعني ممكن لانه كلنا قاعدين على قلبنا بقى خلاص دور ال 16، لو لا قدر الله خسرنا احنا بره. ده اللي هيخلي المباراه اصعب شويه. يعني خلينا نتكلم عن منتخب مصر في الجزء الثاني. منتخب الكونغو خطورته وصعوبته انه منتخب جماعي بيعتمد بشكل كبير انه ازاي يخترق المنافس من العمق ومن الاطراف. 3 ماتشات في دور المجموعات، زامبيا الكونغو كان مسيطر كليا على الماتش. عدم توفيقه في ترجمه الفرص هو اللي خلاها تعادل. عشان نكون واضحين. المغرب منتخب الكونغو ده خطورته في ايه؟ مين اللعيبه الجامده اللي عندهم؟ يعني الشكل الادائي المفروض يكون لمنتخبنا عامل ازاي؟ محمد انت سامعني؟ نص اتفضل. انا للاسف بسمعك بصعوبه برضو يا محمد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد الحاوي، شكرا جزيلا طبعا، كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله في المباراة الحد اللي جاي، نشوف أداء مختلف يليق بدور ال 16، نشوف كمان نتمنى إن احنا نشوف إمام عاشور يشارك بإذن الله في البطولة، ونتمنى له السلامة قبل أي شيء. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. هل نستطيع أن نواجه واقعنا نحن اليوم بفكر مستنير وبفكر رشيد دقيق محيط بكافة أبعاد المسألة التي تبحث أو التي يفتى فيها؟ هل نستطيع ذلك؟ نعم نستطيع، بهذا الميراث الإفتائي الكبير الذي ورثناه عن أسلافنا والذي يمتد إلى هذه الخبرة المصرية العميقة التي تجذرت في التاريخ والتي أعطت كثيرا. فإذا نحن في وقتنا الحاضر لا يمكن أن ننبت أبدا ولا أن ننقطع عن الماضي. الماضي هو العنوان، لكن التعامل مع الماضي لابد أن يكون تعاملا بعقل رشيد جدا، بعقل واعي يدرك ما كان وسياق ما كان. نحن اليوم قد لا نتصور بعلمنا فقط، وإنما لابد أن نلجأ إلى المتخصصين من أهل الكيمياء والفيزياء والطب والهندسة وغير ذلك من العلوم المختلفة التي نجحنا أو نجحت دار الإفتاء المصرية في إيجاد علاقة بينية بين العلوم المختلفة. فلم يعد العلم الشرعي وحده هو المهيمن، بل سنده كما هو ميراث العلماء من قبل ذلك، سنده العلم الدنيوي كما نحن نطلق عليه. هذه الدعوة اللي هي تجديد الخطاب الديني تحمل عناوين عديدة، منها عنوان فقه المقاصد الوطنية. وهذا الفقه المقاصد الوطنية هو الفقه الذي يقوم عليه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اللي أنا دائما أسميه دائما وأصفه ويسبق اسمه مفتي المقاصد الوطنية. ومفتي المقاصد الوطنية لأن المقاصد الوطنية العليا مؤسسة تأسيسا حقيقيا على المقاصد النبوية العليا في المدينة المنورة،
وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حدد حدود المدينة وحفر النفق لحمايتها كان يحمل حدود. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما عقد المعاهدات وثبت المواثيق وحرر وثيقة المدينة كان يضع دستورا حقيقيا لدولة المدينة. من ينكر دولة المدينة ينكر فكرة الدولة الوطنية. هو الكتاب فكرته الأساسية أنك بتستعرض حياة الدكتور ناصر حامد أبو زيد وبتستعرض إنتاجه الفكري اللي هو هذا الإنتاج ببساطة شديدة جدا يعني تسبب في مطاردته وتسبب في أنه رفع دعوة للتفريق بينه وبين زوجته وأدى إلى تكفيره. أنت بتقول طول الوقت أنه أي تفكير أو أي اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق، يمكن التعامل معه بالحوار، إذا كان حتى من وجهة نظر أنه ناس أنه مخطئ فممكن نقول مخطئ في واحد اتنين تلاتة. فكانت الفكرة الأساسية أنه أولا بتعمل رد اعتبار لحرية التفكير مش رد اعتبار للشخص، لأنه هو دكتور نصر حتى بعد ما خرج من مصر ويعني ارتقى علميا ولو صيت عالمي، يعني العالم كله يعرف الدكتور نصر. أنا أحيانا بيصعب عليك أن يبقى عندك مفكر مصري له كل هذا الحضور في العالم ويبقى في مصر ناس مش عارفاه او الناس مش مقدره ما انتجه وما ابدعه. ان انا على قناعه بما قدمه بالاضافه انه شخصيه تستحق ان يكتب عنها. بداية قوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في القاهرة الجديدة، والحقيقة تاني يوم من الدورة 55 وشفنا في اليوم الأول حوالي تقريبا 250,000 زائر لمعرض الكتاب، والناس بقى في مشهد كده حلو داخلين بشنط سفر للمعرض، وده هنا اقتصاد موازي داخل معرض الكتاب. الحقيقة الناس بتستنى المعرض من سنة للسنة علشان يروحوا يختاروا الكتب اللي بيحبوها ويجيبوها ويشتروها، والحقيقة انه بقى فيه عدد من دور النشر، والسنة دي والسنة اللي فاتت في تخصصات، يعني انت لو عايز الكتاب الفلاني هتروح دار النشر الفلانية. خلاص الناس بقت عارفة الخريطة جوه ماشية ازاي، خريطة دور النشر المختلفة والفعاليات الثقافية. الحقيقة اللي احنا في زحام ثقافي لهذه الفعاليات القوية جدا، ويمكن حضراتكم كنتوا بتتابعوا معانا التقرير وشايفين البداية كانت عاملة ازاي، وبالتأكيد هنتكلم ونفهم ايه اللي بيحصل في معرض الكتاب من فعاليات ثقافية وكل الأيام اللي جاية، ومسألة يعني اقتصادية الثقافة وازاي معرض الكتاب بيوفر للبلد الأمن الثقافي، وده الحقيقة فارق ومهم بالنسبة لكل الأجيال وكل الأسر المصرية. هنعرف مع حضراتكم كل ده من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو أستاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على مصر كلها. جميل، وأنا في الانتظار أحب أبارك الخبر الجميل اللي حضرتك قلتيه وصعود منتخب فلسطين للدور 16 زينا كده ما صعدنا الحمد لله في كأس أفريقيا. ربنا بقى يكرمنا في اللي جاي ويكرمه إن شاء الله. أخبار سعيدة طبعا. نخش في المعرض. حضرتك صغت عنوان جميل جدا. أولا الثقافة أنطلق من أمرين. الأمر الأول صاغته معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني عندما قالت أن معرض الكتاب هذا العام وهذه الدورة ستكون فارقة في تاريخ معرض الكتاب في مصر. ونحب نقف قوي عند النقطة دي لأن القادم ممكن يوضح معناها. الأمر الثاني وهو السلوغان أو الشعار اللي خدته وزارة الثقافة لمعرض الكتاب وهو نصنع المعرفة نصون الكلمة. نقف كويس قوي عند الكلمتين دول. هو فعلا معرض إن شاء الله هيكون فارق لأن احنا بدأنا بداية قوية جدا. أكثر من 250,000 مصري وعربي وغربي كان في معرض الكتاب في اليوم الأول. في الساعات الأولى البوابات بتتفتح على زخم من ضيوف معرض الكتاب. الأرقام لها واقعيتها السحرية، يعني زي جابي كده أو ماركيز اللاتينية أمريكا اللاتينية كان يشتهر بالواقعية السحرية. تعالوا نشوف سحر الأرقام عندما نتحدث عن أن مصر تنظم معرضا للكتاب. هو رقم 2 على مستوى العالم، ممكن نقول أنه زمنيا رقم 2 لكن فعليا هو رقم 1 لأن احنا عندنا أكبر دور نشر، أكبر عدد، احنا عندنا 1200 ناشر زيادة
عن السنة اللي فاتت 153 ناشر. عندنا 70 دولة زيادة عن الدورة 54 العام الماضي بأكثر من 17 دولة فيها طبعا. وده بالتأكيد لي عوائد اقتصادية على الناشرين جداً. وعلى زوار المعرض اللي جاي يشتري 5250 عرض. شوفي الرقم عامل ازاي. طيب تخيلي بقى ان مصر اصبحت سوقا رائجة لصناعة النشر وصناعة الكتاب وبالتالي صناعة المعرفة. على مستوى الإقليم العربي، على مستوى نصف الكرة الجنوبي، الكل يستهدف معرض الكتاب سنويا لارتفاع مبيعات الكتب في هذا المعرض. فده بعد اقتصادي قوي جدا. أولا ليه شقين، شق لصالح الجمهور أولا يستفيد من المعارف المختلفة من كافة أطياف أو يعني مجالات المعرفة، زي ما حضرتك قلت كده الجمهور بقى عارف فين الكتاب العلمي والكتاب التاريخي والتراثي والديني والسياسي وهكذا، كل دار ممكن تكون معنية ببعض المجالات. طيب تعالى بقى نتكلم المردود الاقتصادي كمان على المواطن المصري من خلال معرض الكتاب. سهل جدا الأسرة المصرية بكل احتياجاتها المعرفية أنها تكون خلال هذه الدورة مكتبة عظيمة ورصينة داخل البيت المصري. معظم دور النشر مخفضة 50% من عناوين الكتب اللي صدرت قبل 23. طيب قطاعات النشر في وزارة الثقافة، إيه كمان مبادرات التخفيض اللي موجودة؟ وزارة الثقافة أعلنت مبادرة تخفيض من جنيه ل 20 جنيه معظم الكتب المعروضة. ده رقم طبعا ممكن تخش المعرض تلاقي كتاب ب10 و5 و6 يعني لا يتجاوز 20. بنسبة مثلا 70% من الكتب الصادرة عن قطاعات وزارة الثقافة. عايز أقول كمان طبعا القطاعات دي عديدة جدا، أهمها أو على رأسها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق، الهيئة العامة لقصور الثقافة. مش عايز أنسى يعني أي قطاع من الممكن يكون معني بالنشر. كلها مقدمة خدمة مدعومة في صالح من منطلق أن الثقافة خدمية بالدرجة الأولى، وبرضو من منطلق أن الثقافة معنية بالسلم المجتمعي، وكمان بالاصطلاح الجميل اللي حضرتك بدأت في البرنامج، وهو أن الثقافة في هذه الدورة رقم 55 تعلي آليات وممارسات حماية الأمن الثقافي الوطني. تعالوا نعرف ده بسرعة كده، إزاي إحنا بنلبي احتياجات المعرفية المستنيرة الوطنية القومية التي تؤصل وترسخ القيم الوطنية، قيم الولاء والانتماء للوطن، تعرف الوطن أو تعرف الجمهور بتنوعاته وأطيافه المختلفة بالمشروعات القومية اللي تمت في الجمهورية الجديدة، تعرف وتزيد من معلومات الجمهور في علوم ومعارف من الممكن أنها عايز أقول لحضرتك تقوي وتحصن من الوعي الجمعي للمواطن المصري. ده على المستوى الداخلي. طب تعالى نشوف على المستوى الإقليمي مثلا. عايز أقول أن معرض الكتاب في دورته 55 زي ما قالت كده وزير الثقافة سيكون فارقا في تاريخ معرض الكتاب. بالفعل يصح أن احنا نقول عليه معرض القاهرة الدولي والعربي للكتاب، بمعنى أن كتير جدا جدا من دور النشر العربية، وتعالوا نفتح أن أول يوم يعني كان يوم امبارح الخميس، من الساعات الأولى من افتتاح المعرض كان في حفل توقيع كتاب لسمو الشيخة أفراح الصباح من الأسرة في الكويت، ديوان لها تحت عنوان الغسق أو الغسق الأزرق، الشغف الأزرق أنا آسف. في كتير بقى جدا من شعرائنا وكتابنا ومفكرين العرب كانوا مهتمين جدا جدا من اليوم الأول والثاني بمناقشة كتبهم وحفلات التوقيع للكتب الصادرة. أعتقد الشعر كمان هذه الدورة كل الشعراء بيتحدثوا أنها دورة فارقة في مسألة جيد. الشعر العربي والاهتمام بالشعر العربي. اسمحوا لي أقول كده، السعودية أحمد برقوقي، عبد الله الكعيب من السعودية، جاسم الناصر من الكويت، علي الديواني من اليمن، فاطمة كتاني من السودان، محمد بركات من لبنان، أفراح المبارك من الكويت، خولة حمدي من تونس، جوزيف حماتي من الأردن. شوفوا الأسامي اللي في خلال يومين 48 ساعة أكثر مثلا من 10-15 شاعر ومفكر وروائي عربي كان مهتم جدا بتوقيع كتابه أو مناقشة كتابه فين؟ في وسط الجمهور المصري. وهذا له أمر نقول بقى إن احنا بنستعيد على المستوى الإقليمي
الأمن الثقافي المصري. صحيح، يمكن من خلال القراءة وعلى مر التاريخ شفنا أمم بتعبر وبتحل مشاكلها بالثقافة وبالقراءة، وده اللي ممكن نشوفه بيتحقق بهذا الجامع العربي. شوفي المدايات معرض القاهرة الدولي. شوفي تعالي نقول كمان إن الثقافة لها مدايات بعيدة المدى أو رسائل بعيدة المدى تتخطى أو عابرة للقارات. معرض الكتاب في هذه الدورة متخطي للقارات زي سكاد وباتريوت وهكذا يعني، ولكن سلمي جدا جدا وبرسائل المحبة المصرية المعهودة. وصلنا لسقف الأرض كما يقول علماء الأرض وعلماء الجغرافيا. النرويج وهي ضيفة الشرف لهذا المعرض، النرويج وهي الأرض الأصيلة أو المكونة للكتلة الصخرية لقارة أوروبا العجوز، النرويج وهي الدولة أو الشعب الذي يندرج منه كل أجناس أو معظم أجناس أوروبا. كانت مصرة وزارة الثقافة في هذا الشأن نحن نوصل لأقصى أطراف الأرض علشان تبقى نمد بالثقافة جسور التواصل والمعارف ما بين مصر وبالتالي العرب إلى أوروبا في أقصاها الشمالي في النرويج. صحيح. في النرويج كان في كتاب مهم جدا جدا اتناقش النهاردة. أنا محتاجة أتوقف بس عشان فاصل وهرجع أكمل مع حضرتك، وسبيل القراءة أنها تحل مشاكل الأمم وتناقش هذه المشاكل ونشوف ده من خلال معرض الكتاب. لكن أستأذنك هنروح لفاصل أخير ونرجع نكمل مع أستاذ محمد نبيل وحديثنا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب. زي معرض الكتاب بيدينا فرصة ان احنا نطلع على ثقافات لدول اخرى بعيدة او قريبة، لكن الحقيقة نستفيد من هذه الثقافات ومن يعني كل القصص اللي بتعيشها هذه المجتمعات. نعود لأستاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. نكمل على العبور للقارات بالثقافة ومد جسور المعارف والحضارة المصرية تصل في أقصى أطراف الأرض إلى النرويج. كان النهاردة في قاعة المناقشات أو القاعة الدولية كان في نقاش في حضور مؤلف كتاب النيل. مهم جدا نعرف قد إيه النيل مهم لكثير من كتاب ومفكرين أوروبا وغيرهم. تاريخ تافيت مؤلف كتاب تاريخ النيل أو نيل مصر تحدث اليوم أكثر من ساعة ونصف عن عظمة نيل مصر وكونه يعني باني أو مؤسس للحضارة المصرية أو مشارك بشكل كبير جدا في الحضارة المصرية، عايز أقول تاريخا وحاضرا ومستقبلا. كان كل الحضور كان في نوع من النقاش القوي جدا. طيب نروح بعد كده لاهتمام معرض الكتاب بتكريم يون فوسا وهو أحد كبار أدباء النرويج الحاصل على نوبل، كما نوبل عندنا كانت من نصيب نجيب محفوظ. أيضا لنجيب محفوظ ندوة كبيرة بعد غد إن شاء الله برضو في جناح النرويج، يتحدثوا أو تتحدث أدباء النرويج عن إمكانية ترجمة روايات كبار الكتاب المصريين إلى اللغة النرويجية. بالمناسبة هذا محورا هاما وهو الترجمة من العربية إلى اللغة النرويجية على اعتبار أنها ضيفة الشرف. تعالوا كمان نتكلم على أمر مهم جدا وهو فلسطين كانت لها بعدا عميقا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. تحدث يوم 5 فبراير يوم 5 فبراير يوم مخصص بالكامل للحديث عن الأدب الفلسطيني، شعر وقصة ورواية ونثر إلى غير ذلك، القضايا الفلسطينية الهامة في محاور بقى نتكلم عليها كده تحت عناوين مصر والوضع الفلسطيني الراهن إلى أين، القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري. عايز أقول إن حلو كمان إن احنا في أجازة نص السنة وعندنا رواد كتير من الطلبة بقى مشاركين، فمهم جدا إنهم يعوا هذه الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية من خلال معرض الكتاب. ده احنا بدأنا قبل بداية كمان أجازة نص السنة وكان الإقبال ربع مليون زي ما حضرتك قلت أو 250 أو يناهز 250 ألف ضيف للمعرض. عايز أقول لحضرتك كمان يعني واحنا ما دمنا بنتكلم بقى على المؤتمرات المهمة والندوات الهامة، تنسيقية شباب الأحزاب ليها التراث الثقافي وأثره على ترسيخ الهوية الوطنية أو الهوية المصرية. كتير جدا من ندواتنا تدور حول ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن وحماية وصيانة الهوية الثقافية الوطنية. طبعا لما ناخد شعار أو يكون يعني بطل المعرض أو شخصية المعرض الدكتور سليم حسن وهو الأثري الأشهر على مستوى مصر والعالم وفي مجال
هذا العلم أيضا، وبالأخص 16 جزء للموسوعة موسوعة مصر القديمة، وهو ما ترجم لهنري جيمس بريستد فجر الضمير، وترجم وكتب بالعربية وبالإنجليزية وبالفرنسية كتبا عديدا، منها أبو الهول ومدريات مصر في الدولة القديمة. هو أول من قسم أو قدم لمصر التقسيم المحلي للقرى والمدريات في مصر. نتكلم كمان عن اهتمام معرض الكتاب للطفل، قاعة متفردة أو قاعة مخصصة بشكل كامل للطفل المصري. أنا متهيألي دي من أكتر المناطق اللي فيها حركة وورش ومميزة جدا في معرض الكتاب. جدا، كل دور العرض المخصصة عناوينها للطفل بكل أشكال الكتاب الملون والمقروء إلى غير ذلك. كمان في ورش للطفل للقراءة والحكي. بالمناسبة في ورش مهم جداً، ورش عشان مهمة جدا، يعني شوفي يعني يعي ويقرأ، لازم يكون في عوامل جذب ليه بعيدا عن الألعاب والإنترنت والحاجات اللي هي طول الوقت ومواقع التواصل الاجتماعي. شوفي بقى لما الثقافة بنقول بتحافظ أو بتنتصر كما انتصرت قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، نحيي الشرطة في عيدها في سيناء ضد الإرهاب أيضا، وكما انتصرت أيضا القوى الصلبة في كل مجالاتها، أيضا القوى الناعمة من خلال الثقافة تنتصر للمستقبل وتنتصر للواقع. يعني عندما تقدم الثقافة أحد أهم الوسائل في تعليم الهوية وترسيخها والمواطنة لهذا الجيل اللي احنا بكل تأكيد بنستهدفه في المقام الأول، الجيل الصغير والشباب، ودول يمكن بيمثلوا أعتقد الأغلبية من رواد معرض الكتاب. لما نقدم ورش للحكي عن سيناء، وما أهم توقيت في الكلام عن سيناء هو الآن، لما يبقى أطفالنا كلهم بيسمعوا إيه هي سيناء وإيه هي بشغف شديد جدا، وإيه هي قبائلها وإيه هي أحداثها وتاريخها وكيف تم التضحية، وكمان بالمناسبة الاحتفال بخمسينية أكتوبر كمان بيسمعوا عن ورش الحكي عن أبطال أكتوبر ومعارك أكتوبر وانتصارات مصر ضد إسرائيل في حرب 73 وفي الجولات الخمس ما قبل حرب 73. بكل تأكيد إن شاء الله يعني دورة فارقة في معرض الكتاب السنة دي، كل النجاح والتوفيق، بنفتخر بهذه الدورة. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، أسعدتنا ويعني أطلعتنا على معلومات كتير. إن شاء الله الناس تستمتع بزيارتها لمعرض الكتاب مرة واثنين وثلاثة، لأنه يعني المكان يستحق أكتر من زيارة. هتقدر تلاقي حاجات كتير جدا، فعاليات كتير تحضرها، هيبقى يوم يعني في منتهى السعادة والبهجة لكل الحاضرين. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد نبيل، الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا، واحترامي، تحياتي. كده مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، دايما أشوفكم على ألف خير.